في أحد الأيام دخلت سيدة تدعى جو كاميرون إلى المستشفى لتجري عملية جراحية في يدها. قام الطبيب بتخدير جو تخديرا موضعيا وأخبرها أنه عليها الاستعداد للألم، فكل من خضعوا لنفس عملية جو عانوا ألما شديدا حتى مع التخدير والمسكنات. بدأ الطبيب بإجراء العملية وتفاجأ بأن جو لم تصرخ أو تتألم، اعتقد أن الأمر يعود لأثر المخدر. انتهى الطبيب من العملية وسأل السيدة إن كانت تتألم ليعطيها مسكن لتسكين ألمها، فأجابته أنها لا تشعر بالألم إطلاقا وأن صحتها حديدية لدرجة أنها لم تطلب الحصول على مسكن أو دواء في حياتها. لم يصدق الطبيب ما سمعه، لكنه تفاجأ حين راجع ملف السيدة البالغة 65 عاما بأنها لم تطلب مسكنا في حياتها. صدم أطباء المستشفى من ذلك وقرروا عرض السيدة على خبراء علم الجينات. الخبراء أكدوا صحة ما تقوله السيدة جو، فهي تملك طفرة جينية نادرة تجعلها لا تشعر بالألم أبداً، وتلك الطفرة لا توجد سوى عند شخص واحد غيرها في العالم. خلال حياتها لم تشعر السيدة جو بالألم مطلقاً، فحين كانت تطهو الطعام في الفرن وتصيب النار أحد أصابعها لا تشعر بأي شيء إلا حين تشتم رائحة لحمها المحترق، بل إنها لم تشعر أبداً بآلام مخاض ولادة أطفالها، وسبق أن أصيبت بالتهاب مفاصل ولكنها واصلت المشي. ولم يكن تأثير الطفرة الجينية يقف عند حدود اختفاء الشعور بالألم، ففي أحد الأيام تعرضت جو لحادث سير، لكن من وجدوا معها أكدوا أنها لم تشعر بالقلق أو الخوف، فطفرتها الجينية تجعلها لا تشعر بالقلق والخوف كالناس العاديين، وهي تنسى المشاكل التي تمر بها فلا تحزن كثيرا أو تندم على ما يجري معها في حياتها. وفوق ذلك تشفى جروحها وإصاباتها بسرعة شديدة، ما يبقيها بصحة جيدة طوال الوقت. العجيب في الأمر أن السيدة جو لم تلحظ أنها مختلفة عن غيرها قبل إجراء العملية الأخيرة، وعاشت 65 عاماً من حياتها تعتقد أنها كغيرها، فقد تختلف عنهم بأنها تتمتع بصحة خارقة. على الرغم من أنها محظوظة بعدم شعورها بالألم، إلا أن الأمر قد لا يكون جيداً دائماً، فالألم هو وسيلة تحذير من الجسم للإنسان بوجود أمر خاطئ، وبغيابه قد تتعرض السيدة جو لمشاكل صحية دون أن تعلم بوجودها إلا بعد فوات الأوان. فهل تتمنى ألا تشعر بالألم كالسيدة جو؟